رجل يخترع تطبيقا مميزا للتعرف على الكلاب من أنوفها. يعتقد أن أنف كل كلب له نمط خاص يتعلق بشكل فتحات أنفه، ويكون مميزا بدرجة كافية للتعرف عليه. ففكرة فقدان الكلب لأي مالك تصيبه بالرهبة، ولكن التطبيق الجديد المسمى سمارت سنوت يمكن أن يسهل التعرف عليه في حالة فقدانه، حيث يمكن لهذا التطبيق تتبع الكلاب المفقودة من خلال التعامل مع أنوفهم مثل بصمات الأصابع. وهو من اختراع برادلي واتسون 44 عاما، الذي جاء بهذه الفكرة بعد أن رأى الضباط يستخدمون تقنية بصمات الأصابع لتقييد المحتالين. يطلب من العملاء الذين يقومون بتحميل بيانات كلابهم إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم والتكاثر واللون، بالإضافة إلى تحميل صورة الأنف. وبعدها في حال فقدان أو سرقة الكلب، يمكن للباحث ببساطة إجراء مسح لصورة أنف الكلاب التي يصادفها، وسيتم تنبيه المالك والباحث إلى هوية الكلب. تم إطلاق سمارت سنوت منذ 8 أسابيع فقط، لكن أصبح لديه أكثر من 2000 مشترك مع المزيد من التنزيلات. تحاول الشركة أيضا دفع قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لدعمها في محاولة لردع المجرمين بشكل أكبر. قال برادلي: من بداية حياته وحتى الموت لا تتغير القياسات الحيوية لأنف الكلب، ومن هنا جاءت الفكرة. وأضاف: الأمر في غاية البساطة، بعد تنزيل التطبيق وإضافة بياناتك الأساسية يتعلق الأمر بالجزء السحري، حيث لديك صورتان، واحدة لنظام التعرف على الوجه والثانية لأنف الكلب. ويوضح: بمجرد القيام بذلك، إذا تركت حالتك على ما يرام على التطبيق، فإن أي شخص يمر بجانب كلبك ويلتقط صورة لن يتم العثور على أي تفاصيل، لكن إذا غيرت حالتك إلى مفقود والتقط أحدهم صورة لكلب وجده في الشارع، فسوف يقول: تهانينا، لقد وجدت كلبا، وسيخبر المالك عبر إشعار فوري بالبيانات.